زهرة انتي ام لولدين، وغير كده كان عندك برضو معاهم مع الولدين دول ولاد خالتهم، ولاد خالاتهم، ولاد برضو ولاد. طيب وفي بنات، بنات يعني انا عندي اختين، فما شاء الله هم كلهم مع بعض طالعين من الطفولة، من هما في كيجي سوا مع بعض. طيب انا هسألك سؤال، هل ده وفر عليكي فكرة انك ما بقاش عندك مشاكل للاصحاب؟ يعني كونه ان هم طلعوا كلهم مع بعض فبقوا هم اصحاب، وفي نفس الوقت من نفس العيلة، من نفس التكوين، نفعاني هما تيم مع بعض. بالظبط كده. فانت اتواجهتي بان واحد من الولاد دول جم قالوا لك انا فلان ده صاحبي انت ما تعرفيش عنه حاجه؟ لا بصي، هو مبدئيا كده احنا لما بقينا امهات حسينا قد ايه المعاناه اللي امهاتنا كانوا يعني انا عمري ما تخيلت ان الامومه والتربيه دي شيء صعب جدا جدا بجد. يعني ان لما كبرت دلوقتي بقيت اقول قد ايه مامتي تعبت وبابايا، والحمد لله طلعونا اسوياء وكان زماننا افضل من دلوقتي. فتاني حاجه بقى، احنا لما الولاد طلعوا مع بعض، فانا من وهم صغيرين رحت المدرسه شفت اصحابهم، الشله اللي هتبقى في النادي، الشله اللي هتبقى معايا في المدرسه، الرحلات. يعني احنا الماميز كنا المدرسه تعمل الرحله احنا نروح وراهم، يعني كنا بنمشي ورا الباص عشان نطمن، بس في نفس الوقت احنا كماميز عرفنا بعض. زي كده ما بيقولوا جروب الماميز دي حقيقه، يعني ده واقع. انت بدون ذكر طبعا في احدى التجارب، هل حسيتي ان في ولد من او في مجموعه من الولاد من ما ينفعش يكون صاحب ابنك لما كبروا؟ طب دخلوا من فين الاصحاب دي؟ دخلت من فين؟ لا لا، طالعين مع بعض، احنا ما جاتش علينا حاجه، احنا طالعين مع بعض. في بقى ولاد بس الحمد لله، يعني ايه، احنا كنا نقلنا لمكان تاني في نفس المدرسه بس مكان تاني، سمعنا بقى ان في ولاد تانية ابتدى اللي هو الحاجات اللي كل الشباب بقى عايزين يجربوها، سجاير وبنات فبقيت اقول الحمد لله ان احنا مش مع بعض، لكن بنتقابل في النادي. ولادي مش محتاجين ان انا اوصيهم، لان هم من هم صغيرين احنا صحاب. عايزه اقول لك انت بتعملي فكره الاصحاب ازاي؟ هل فكره الاصحاب ازاي يعني ما بتشتغلش وحتى كل طاقتها وتركيزها في الولاد، هو ده ممكن بيفرق، ولا انت عرفتي تعملي الصيغه ازاي؟ هو طبعا الحمد لله انا متفرغه ليهم في شغل، بس الوقت الاكبر للولاد. لكن عايزه اقول لك ان الولاد بمجرد ما بيدخلوا من باب الشقه انا بقعد اقول لكل واحد استنى اخوك لما يخلص، من كتر ما كل واحد عايز يحكي لي يومه مر ازاي، حصل معاه موقف عامل ازاي، في حد ضايقه، في حد اتبسط، في نتيجه طلعت، في ماتش. انا بيتحكي لي يا مامي زميلي بصالي الكوره، يعني هم معايا بيحكوا لي كل حاجه. امتى حسيتي بالخطر ناحيه حد من اصحاب ولادك؟ لما اللي كبر ده هو مش خطر. ايه اللي ظهر على ابنك؟ مش لما كبر، احنا عشان ما نتكلمش هو على هو ايه اللي ظهر على ابنك الخطر. حسيتي ان انت قلقانه عايز تعرفي مين ده؟ لا مش القلق من الصحاب، انا يعني الدكتور بقى هيفيدني هنا، خلاص بقى ليها شخصيه، خلاص يا مامي عرفت يا مامي. انا يعني لما يجي يقول لي ايه خلاص انا هعمل كذا، اقول له لا انت لسه تحت ولايتي ووصايتي، انا افضل اوجهك يعني، ولا راي حضرتك صح ايه صح, صح. يعني هو يقول لي مامي انا هعمل كذا. عايز اسالك سؤال، اتفضل. ازاي وصلتي لان ولادك يرجعوا من المدرسه هيحكوا لك التفاصيل دي؟ عشان يحكوا لك التفاصيل. والله يا دكتور من وهم صغيرين، ما هي دي الفكره بقى، من وهم يمكن عشان احنا بنتكلم في كل حاجه، هم دايما قاعدين معايا، احنا تقريبا يومنا بيبقى مع بعض يعني.